مشاكلكم وكنفكوها عليكم. كاين الحل على أصوات. كيفاش الإنسان يغلق الحساب؟ إلا غلقوا بالطريقة القانونية السليمة ما يعاودوش يصيفطوا له رسائل وكشوفات، وما يعاودوش يقولوا له عطينا ريال ولا جوج، ولا قالوا له ما يديهاش فيهم. شنو هي الطريقة السليمة القانونية؟ هو أنه كيقبض رسالة، طبعا خصو يصفي الوضعية ديالو مع البنكة، ما يكونوش كيسالوه الفلوس. وشنو كان قصد بالفلوس كيسالوه؟ كيسالوه يعني خرج شي شيكات، عطا شي شيكات للمستفيد من الشيك، عطا شي أمر بتحويل، طلب شي فلوس وخرجها، وإذن كتسالو البنكة الفلوس تيخصو يصوي الوضعية ديالو، ما تبقى البنكة كتسالو حتى شي حاجة. الواجبات ديالو أداهم مزيان، تيعطيهم ديك الساعات وقرر باش يغلق الحساب، تيدير واحد الرسالة سميتها الموضوع طلب إغلاق حساب، طلب إقفال حساب. مسألة بسيطة واضحة. إذن يعطيها لهم. ملي غيديها هو الوكالة البنكية، يمكن الوكالة البنكية ترفض تاخذ من عنده ديك الرسالة، أو تقول له بلا ما نعطيك إشعار بالتوصل صافي حنا غادي نديرو اللازم. تنقول له لا، تنقول للزبون لا، تقبل ديك الرسالة ما تعطيها لهمش منك ليهم، تعيط للمفوض القضائي وغتقول له كثر خيرك بشحال توصل لي هذه الرسالة لهاد البنكة، يقول لك ها بشحال وشحال، تقول له هاك بلغها لهم، تيبلغها وكيجيبها لك محضر. ديك الساعات سواء توصلوا هما أو رفضوا يتوصلوا كيجيب لك محضر بذلك، وكتقبض داك المحضر وكتخبعوا، وديك الساعات سير ارتاح مع راسك. إلا صيفطوا لك رسائل وقالوا كنسالوك الفلوس ما زديهاش فيهم. نعم. إلا ما غلقتيش الحساب ديالك بالطريقة القانونية، وشنو هي الطريقة اللا قانونية؟ هو كيجي عند البنكة تيقول لهم الله يخليكم هذا الحساب راه ما بقاش أنا تيهمني، راه ما بقاو عندي فلوس، راني ما بقيتش خدام، راه قررت نغلق هذا الحساب. يعني تيقولوا صافي شفويا، تيقولوا صافي صافي يكون هاني غادي نشدوه، أو تيعطيهم رسالة تيقول لهم طلب إقفال الحساب وتاخذوها منه وما كيعطيوش إشعار بالتوصل، وتيقول له صافي يكون هاني، ومن بعد 3 سنين وأربع سنين كيصيفطوا له كشوفات قالوا له كنسالوك الفلوس. هذا طريق غير قانوني، هذه طريقة غير قانونية لإقفال الحساب. إذن هذا غادي يبداو يصيفطوا له يقولوا له كنسالك الفلوس، وحتى ملي يصيفطوا له يقول لي ديرها بالطريقة الغير قانونية ويقولوا له كنسالوك 2000 درهم ولا 1000 درهم حيت كنسالوك بعض المصاريف، ما يخلصهمش حيت ما عندهمش الحق، حيت الفصل 305 من مدونة التجارة تقول إلا بقى واحد الحساب سلبي يعني ما فيهش فلوس أو ناقص أكثر من عام ما تحركش، تيخصهم يصيفطوا رساله للزبون وتيقولوا له اسيدي راه حنا غنقفلوا الحساب ديالك الا ما جاوبتيناش. هو خصو يجاوبهم في اجل ديال 60 يوم، يا اما يقول لهم بغيت نحافظ على الحساب ديالي ما تقفلوش، او يسكت. الا سكت خصهم يقفلوه، والا جاوب قال لهم خليوه تيخليوه. اذن في كلا الحالتين طريقه قانونيه او غير قانونيه، الا كانت هذه الحاله متوفره ما يخلصش هذوك المصاريف. وفي المحكمه الا تقاضوا في المحكمة ودعاتوا البنكة في المحكمة غير يربحون في المحكمة ما يخلصش.